الظروف اللي اجى بيها. ليش قلت اني مظلوم؟ واستذكرت تجربة السيد محمد باقر الحكيم، الظروف التي دخل فيها السيد عبد العزيز الحكيم الى العراق. يعني اني ما اريد يعني اروح انا اكون اقول يعني ظروف اعقد من ظروف السيد محمد باقر. جدا جدا. يعني انت بلد 40 سنة من الدكتاتورية، حربين مدمرات بالفعل، 10 سنوات محاصر، وهو محاصر عام 2003. نعم. 250 ألف جندي محتل تحت البند السابع. تفتت مجتمعي كامل، احنا ثلاث كيانات، سنة وشيعة وأكراد، فضلا عن تفتت المؤسسات الدولة أيضا. القوات الأمريكية من دخلت فتتت كل مؤسسات الدولة. ماكو شيء موجود. يعني انت شنو اللي مثلا يعني شنو القضية اللي انت تقدر تمسكها تقول يا بقاني هذه موجودة وراح أنا أبني عليها؟ نعم. البناء الموجود عليها أن المعارضة العراقية وبقيادة هو السيد عبد العزيز الحكيم الله يرحمه، نعم، اللي اجتمعت في مؤتمر لندن، في مؤتمر لندن في الشهر 12 أو الواحد يعني قبل لا يسقط صدام حسين، وخرجت بوثيقة مؤتمر لندن عام 2002، وهي وثيقة جيدة ولا بأس بها، ما أقول غاية الطموح، ولعب بها المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم دور كبير جدا. طيب. والآن يعني يا ريت لو صير فترة رجعون إلى مضامينها حتى تشوف بعض المضامين اللي كان يتحدث عنها السيد عبد العزيز الحكيم 2005 و6 و7. نعم. ما أجت اعتباطا، هو مضمنها قبل لا أن يسقط صدام حسين. العدالة الاجتماعية، وأن يكون العراقيين متساويين، سنة وشيعة وأكراد يكونون متساويين، متضمن فقرة خاصة. طيب. فقرة اثنين، عدم السماح، فقرت في مؤتمر لندن يعني قضايا اللي أذكرها مثلا، قضية هواية مهمة، قضية فرض القانون. أها. هذا لأن كان هناك البعض يعتقد على أن الشيعة والأكراد راح يجون متحمسين، أكو تخوف. نعم. فخلى فقرة كاملة على أنه لا يسمح لأي شخص في العراق إذا ما سقط نظام صدام حسين بأن يأخذ ثأر مهما كان نوعه إلا وفقا للقانون والإجراءات. غرضي كثير من الأمور كان مثبتها، الظرف صعب، ما تم ذلك المعاناة اللي عاشها، يريد يحقق شيء، يعرف على أنه سليل عائلة كبيرة، يعرف على أنه قدم من الشهداء الكثير، يعرف على أنه أصبح زعيم العراق، وأنت تعرف السيد أبو عمار الكاريزما مالته، بس هذا هم تدخل بيها إيه، لأنه وكان حاسم، كان حاسم وعنده أسلوبه في القيادة معين، وكان ما حد ينافس على هذه القضية. آلة قيادة العراق من عام 2003 وقبل 2003، من عام 2000. طيب. هو كان يقرر، هو كان يصوب، هو كان يحضر، هو كان يقترح، وكانت الأمور تصدر من يمه، إذا كانت بالموافقة بالموافقة أو بالرفض أو بالرفض. طبعا هذا لا يعني إلغاء دور الآخرين. لا لا لا، بالعقلائية والمنطقية الاحتراف. يعني أنت أرجع، أنا يا ريت ليش أرجعك، أرجع إلى مؤتمر لندن هسه لو أكو تسجيلات. طيب. وشوف مثلا أقوى أطراف في مؤتمر لندن اللي هم مثلا مسعود سيد البرزاني وسيد جلال الطالباني وأحمد الشلبي وأياد علاوي. طيب. ومنه كان والسيد إبراهيم الجعفري، وشوفوا شلون كانوا يتعاملون مع سماحة السيد، يعني الزعيم الزعيم أخوهم وصديقهم ورفيق دربهم يعني. نعم. بس كانوا يعاملون معاملة الزعيم بالخطاب وبالتعامل وبالجلوس وبالفكرة وبالرؤية، فهو يعرف على أن الزعامة ألقيت على عاتق زعامة العراق.